اهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد، والان موعدنا مع فقره ميكانيزما التغيير اللي بنتعرف من خلالها على انماط مختلفه من انماط الشخصيه. واليوم حيكون عندنا نمط جديد وهو النمط المدقق. يا ترى مين هو النمط المدقق؟ هذا اللي حتعرفنا عليه ضيفتنا الكريمه في الاستوديو، وهي مستشاره تمكين المراه الاستاذه لبنى الغلاييني. سعد مساكي. اهلا خلود، يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبتي. يعني استاذه لبنى، قبل الهوا كنا بنتكلم على أنماط الشخصية، قلتي النمط المدقق وذكرتي على طول قرنتي بالاستفزاز. صحيح. فقلتي هذه الشخصية تعتبر شخصية مستفزة للغاية. نعم. اليوم حنثير يعني نثير نصعد موضوع الاستفزاز حتى نزيله. تمام. لمن لا يعرف هذه الشخصية هي مستفزة جدا بالنسبة له. لماذا؟ لأنه هو بعكس يعني حنعود تاني ما قبل ثلاث حلقات، بعكس النمط المنفعل اللي هو عنده كل شيء هاي الأسهم. التعبير عن مشاعره هاي، والتعبير عن عواطفه والتفاعل مع عواطف الآخرين هاي، السهمين كانوا هذا عكسه تماما، إكستريم حقه تماما اللي هو داون. أبغى المشاهدين الآن هم بيسمعوا هذا الكلام يتذكروا شخص من معارفهم أو من محيطهم أو يمكن هم أنفسهم تعبيره عن مشاعره وانفعالاته، اهتمامه، حماسه، يعني لو جبتي له موضوع واو نفس الإكسبريشن، ما في أي ولو وأي في نفس الوقت حركة الجسد عنده داون، يعني السهمين داون. هذه الشخصية اللي ممكن نقول عنها لا يمكن قراءتها، هي غالبا ايوه لا تم... لا ليه؟ لانه انت ما انت عارفه هذا الصمت هو معناته غضب، دهشه، فرح، سرور، حماس، انتقاد، لوم، كره، ما انت عارفه هو ايش، ما انت عارفه تقرايه، لانه هو لا يعبر ولا يتحرك. يعني ممكن احيانا مثلا في النمط العملي نستطيع اللي هو عنده بس فقط التعبير عن المشاعر مرتفع، ولا سوري حركة الجسد مرتفع والتعبير عن المشاعر منخفض جدا، ممكن نعرف على الأقل هذا اللي قلتي لي أني أنا منهم. ممكن نعرف على الأقل لأنه بيتحرك. فمثلا لما يكون بيفكر حيجلس، لما يكون فرحان حيسرع مثلا، ولكن هذا لا بيتحرك ولا بيبوح ولا بيعبر ولا بيتعاطف ولا بيتفاعل. نرجع تاني، مش معنى ذلك انه ما عنده مشاعر، تمام، ولكن هو لا يعبر عما يدور بداخله ولا يظهر ابدا. فهذا جدا 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 مستفز. احنا تاني برجع بقول احنا بنعرفهم مش عشان كل واحد يستقل في نمطه. احنا بنعرفهم عشان اذا لاحظت ايها المشاهد او المشاهده ان البعض ينزعج، مثلا يعلق على هدوءك، يعلق على صمتك، انت مو تقول مثلا هذه رزانه، هذه حكمه، لا، هذا بالنسبه لانماط اخرى، عدم تعبيرك عن المشاعر وعدم تفاعلك الجسدي مع حالات تضطر منك اظهار تفاعل جسدي، حركه جسد. مثلا تخيلي اني اشجع فريق كوره، الهلال او النصر، اهلي او اتحاد، انا جالسه كده، لا، انا مثلا حكون في ملعب مثلا حنط، ههيص، حعلي صوتي، حشجع، حتحمس، حتفاعل. خليني احذر حاجه استاذه لبنى، اعتقد انه هذا النمط موجود بنسبه الاعلى، بلاش اقول بنسبه، خليها فاضيه كده، أيوة، نقاط كبيرة، فاضيه. أيوة. بنسبه كبيره عند الرجال. لا والله، في ناس سيدات تنقط، يعني في سيدات مستفز وينقط كمان. أيوة. ما احنا ليه بنتعرف من خلال برنامج سيدتي، ليه بنتعرف على الانماط؟ عشان ما احد يلو هو بالنسبه له هو بالنسبه له العملي والمنفعل ينقطوا برضه بالنسبه له. لا طبعا، لانه هو بيشوفهم انه هم بيتحركوا بلا داعي، ما هم عكسه. وبرضه بيشوف اللي بيعبروا عن مشاعرهم كثير، ممكن يقول لك انه هذه نفاق، ممكن يقول لك انه هذا ادعاء، ممكن يقول لك انه خلاص احنا وي فيل ات نوت شو ات، وكل هذه الفلسفات اللي بيغطي فيها نقص هذه المهاره عنده. هي نقص مهاره، شئنا ام ابينا هي نقص مهاره. خليني اعطي التشيك ليست زي كل حلقه بشكل سريع جدا، عشان اكثر الاساليب ميلا للاتقان، لأنه هو ليس لديه القدرة على سرعة القرارات زي العملي زيك وزي المنفعل، ليس لديه القدرة، عشان كده بيفضل التأني، يتأنى، يعني يكون الموضوع ما يحتاج كثير من الوقت.
قراراته بطيئه يعني بطيئه ينتقد نفسه، هذه شيء حاسم عنده واضح جدا، ينتقد نفسه كثيرا بس بينه وبين نفسه طبعا ما حيقول لك، وينتقد الاخرين كثيرا، لا يسمح لنفسه بالخطا، لا يسمح لنفسه بالخطا، لا يتسامح مع نفسه ولا مع الاخر، هو حاطط ستاندرد معين للتعامل، لا يسمح لنفسه بتجاوزه ولا يسمح للآخر بتجاوز هذا، فعشان كده بينتقد كثيرا، قاسي على نفسه، يميل لتصميم الملابس العملية والأثاث العملي، يقول لك مثلا يعجبك كنبة بيضة زي هذه تقول لك لا بلاش خليها كحلة عشان ما تتوسخ. الملابس نفس الشيء، الواطي العملي اللي ما يتوسخ اللي ما يتكرمش اللي ما مش الفن الإبداع التاتش الجمال المناسبة وكل هذا الكلام. طبعا يهتم بالمهام أكثر من الأشخاص اللي بيعملوا معاه أو المشاعر. عندك مهمة يعني شافك مثلا شوية ممتعدة أو شافتك شوية ممتعدة متضايقة بتفكري مشغولة بجوال بتتصلي مستعجلة، هي مصرة أنه أنت تنهي هذه المهام، أو مصر أنه يعني ما حيسألك ها غير إيش في، طب معلش أنا حاخد عنك، لا لا من تونس كده النمط ثابت. يميلون للتواجد مع أفراد عدد أفراد محدودين جدا لأنه لا يستحمل التجمعات الكبيرة، ويقول لك أنا عازل نفسي بنفسي، أنا اخترت العزلة. لا أنت ما اخترت العزلة، يعني خلينا واقعيين مع أنفسنا، خلينا عارفين تماما أنه هذه نقاط قوة ونقاط ضعف عندنا. عندنا نقاط قوة مثلا في التأني، في الحسم، في الإتقان، في الجودة، ولكن عندنا نقاط ضعف في التعبير عن المشاعر، في أنه نمدح أحد، أننا نجامل أحد، أنه نكون لطفاء مع أحد، أنه نتعامل مع أحد، نتعايش مع أحد. يعني كل شخص، كل شخصية، أنا وإنتي وكل اللي معانا في الاستوديو وكل المشاهدين، كل شخص عنده نقاط قوة نقاط ضعف. تمام. يفضلون الاتصال الكتابي على الشفهي عشان يدقق فيه ويتأنى ويأخذ وقته ويمسك الـ إذا في أي خطأ ويراجع. يعني هم من جماعة الإيميلات والواتساب أكثر من جماعة المسجات. رسمي رسمي يعني تبغى ترسلي لي شيء خاص بالعمل ارسلي بشكل رسمي، وارسلي لي مثلا هم حقون الخطة ونموذج ورؤية وكل هذا الكلام، يعني مع أنه الموضوع ممكن يختصر بشكل سريع جدا بشكل آخر. الحلقة الجاية مهمة جدا، الحلقة الجاية مهمة جدا، تداخلات احنا كنا بس بنشرح، شرحنا الأربع أنماط، الحلقة الجاية مهمة جدا. أنا اليوم في تويتر حفرغ كل اللي ذكرته عن الأنماط، بس كنت بنتهي لحد ما أنت يعني أخلص من شرح جميع الأنماط، مشاكل كل نمط مع الآخر، وهذه مشكلة ضخمة جدا. مثلا أنا ما حطول أبدا في هذا المثال، زوجة كانت في ليكتشر بسويها، كانت بتقول لي بعد ديسك اكتشفت لماذا يستفز زوجها بشكل كبير جدا من جلستها على الكنبة، هي بتنجز كل شيء، هي نمط مدقق، زوجها نمط منفعل، كان يستفز جدا، يقول لها أنا بروح وبجي وبحصلك جالسة هنا، هو ما هو فاهم، هي بتنجز، هي بتقول لي هو إيش اللي مضايقه من جلستي. لما عرفت إنه هو عملي وهي مدقق، هي لا بتعبر لا بتتحرك لا بتتفاعل لا بتثور، يعني زي ما بيقولوا كده العملي بصوب او باتجاه والمدقق باتجاه مختلف. إكستريم. تمام. إكستريم. والعملي لا، العملي والودود إكستريم، المنفعل والمدقق إكستريم. إكستريم. فيا إما ما نبدأ علاقات مع هذا النمط وهذا الكلام ما حيحصل، لأن إحنا في الحياة ما نعرف، ما أحد كاتب لوحة على نفسه أنا من هذا النمط. كلنا رسمين الابتسامة، مع التعامل بتظهر. طيب. أو إننا نعرف إنه إيش 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 هذا النمط فنتعامل معه. طيب عندي سؤال. نعلي شوية نوطي شوية، عارفة يعني نعلي التفاعل شوية، أوطي التفاعل شوية، أوزن درجة الحرارة، وهذا المطلوب التوازن. تفضل. طيب سؤال بس يعني لفت نظري من خلال إحنا نتكلم على بروفيشناليزم أو الحرفية بالعمل. أيوه. دحين ذكرت جزئية اللي هو إنه هو مدقق ومتأني باتخاذ القرار جدا. على النمط المدقق. صحيح. يمكن هذا لا يناسب القيادة في العمل أو القيادة في العمل بشكل عام. يمكن النمط المدقق يكون ما هو الشخص المناسب لقيادة مجموعة أو رئاسة شركة أو إلى آخره. شوفي وحولود، إحنا بس باختصار سريع لازم نفرق بين قيادة وإدارة. المدير هو اللي يناسب للوظائف، القيادي هو اللي يناسب، قد يكون أقل من المدير ولكن هو اللي بيقوم بكل الدور، الجندي المجهول. متخذ قرار يا ستي. متخذ قرار حسب العمل. حسب العمل كعمل إبداعي وكرياتيف وفاشن وشو كده، لا ما حينفع.
ما ينفع. أما كعمل عرفتي ورقي وكتابي وإداري ونمطي ووزاري وحكومي لا ينفع، لأنه كثير من الأعمال تحتاج إلى يعني اتخاذ قرارات سريعة هو ما وحاسمة. هو يخاف، هو يخشى من أنه يبرر أو يفسر أو يتحمل مسؤولية أنه أخذ قرار وهذا القرار حاسم. لا، ممكن على فكرة بالتدريب، بس يكون درسه كثير. نعم. مش زي مثلا العملي أو المنفعل اللي هو على طول جريء في اتخاذ القرارات وما هو خايف من المسألة. أي نمط من أنماط الشخصية؟ ودود يا عيني عليك. شفتي، يعطيك العافية أستاذة لبنى. إن شاء الله حيكون لنا لقاء مع نمط آخر من أنماط الشخصية في الحلقة. لا، إحنا الآن انتهينا، فقط الحلقة القادمة هنتكلم عن النزاعات بين الأنماط. بين الأنماط، أيوة، اللي هي يعني بعد ما شرحناهم نتكلم عن النزاعات بين الأنماط أو المس أندرستاندينج، سوء الفهم اللي بيحصل بسبب أنه كل واحد ما هو عارف نمط الثاني. يعطيك ألف عافية، شكرا لتواجدك سيدتي. إذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقرة ما زالت فقراتنا سيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي بعد الفاصل، تدشين أول مركز نسائي لتسهيل إجراءات الخدمات الإدارية للنساء بالرياض.